السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات فيديو جديد، دويره في ليدل اللي غادي نشوفوا الجديد ديال ليدل، وغادي نشوفوا التخفيضات ديال ليدل، وكاينين ملابس ديال الاطفال الصغار بزاف مخفضينهم، وكاينين جاكيتات، كاينين بزاف ديال الحاجات صراحه هاد المره هادي. ودابا غادي نمشي نتقدى وغادي نوري لكم الحاجات اللي مخفضين ليها بزاف، وغادي نشوفوا شنو حاطين في هاد الحفله ديال هالوين. هنا البنات دايرين بروموسيون الحلوة ديال هالوين، دايرين على شكل دينتادورة. انا صراحة ما نكذبش عليكم، كنت زعما جيت باش نشري شي حاجة لولد اختي هنا، ولكن شفت هذاك الشيء واحد المنظر كيعيف بزاف. المهم كل واحد يعني كل واحد والراي ديالو الشخصي. انا الراي ديالي ما نقدرش نعطي لولد اختي ولا شي طفل صغير يبقى ياكل الحلوه على شكل عين، الحلوه على شكل سنان، الحلوه على شكل صبع مقطوع فيه الدم، الحلوه على شكل العين مجبوده بالعروق ديالها. الصراحه يعني بحال كيشجعوهم يوليو وحوش يبقاو ياكلوا بنادم. داكشي على انا شفتو انا براسي، داكشي عيفني، واخا حلوه عيفني ما نقدرش ناكل حلوه ديال هكا مرسوم، يعني الطريقه هكا مرسومه صبع مقطوع فيه الدم. المهم داكشي انا مشيت انا شفتو داكشي تخلعت، انا ما خديت فيه والو. غادي ندخلوا دابا نشوفوا البنات بروموسيونيست اللي كاينين. بالنسبه للبروموسيونيس اللي كاينين ولا الجديد اللي حطوا بزاف ديال الشوكولات والحلويات اللي ديال النافيداد وديال الحفلات، يعني اللي ما كيكونوش يوميا، كيكونوا غير كنشوفوهم غير في الحفلات. كاين حاجات جديده، يعني الشوكولات هكا مثلا، واه الشوكولات هكا نقدر نشري ليه ياكلو ولا ناكلو انا ولكن الصبع مقطوع عينين مجبودين وداك الشيء ما نقدرش الصراحه. داك الشيء لا غادي ناخذ من هادو، ومن الافضل ما ناخذش من هذاك الشيء ديال هالوين اللي اصلا بحال كيشجعوهم ياكلوا البشر. كاينين بزاف ديال العيالات في القناه اللي سولوني على هاد الفواكه المعسله. بالنسبه للناس اللي باغيين الفواكه المعسله البنات، خذوهم في هاد الوقت هادي عندكم في الحفلات فاش كيحطوا الفواكه المعسله، من بعد ما غاديش تلقاو نهائيا الفواكه المعسله. بالنسبه اللي كيقلبوهم على حسب الحلويات، كما كنعرفوا الحلويات المغربيه كنحتاجوا فيها فواكه معسله، هادوك راه زوينين كتقطعيهم مربعات ولا اللي بغيتي وكديرهم في الحلوى كما كنعرفوا. هنايا البنات دايرين هاد الدورون دورو ديال كاكاويتي ولا ديال الكاوكاو، وكاين هذا رطب، كاين رطب وكاين القاصح، يعني اللي بغيتو مرخصين ليه دايرين ليه 99 سنتيم. وبالنسبه للبيجامات ديال البنات وديال الدراري الصغار راه جابوهم ب6 اورو، حطوهم هنا كجديد. هاد الشكل هذا كما كتشوفوا ديال هاد الرسوم هادو ديال باترويا كانينا. المهم كاينين في ديال الدراري وكاينين في ديال البنات، يعني على حسب الشكل ديال الرسوم اللي كيبغي ولدك. وهذه البنات 7 اورو، داروا لها تخفيض 7 اورو، واحد تريكو بحال ديال الكروشي ولا الصوف اللي كتجي طويله بزاف المحجبات. هاد المره كبانوا ليا الحوايج يعني كتارين غير ديال الناس اللي دايرين الحجاب، يعني تريكوات، كساوي طوال، قميجات طوال، بزاف هاد النهار هذا كاينين. وهاد البيجامات كما قلت لكم.
وهادو البنات اللي فيهم ديال الدراري وديال البنات الصغار اللي كانوا ب 15 اورو خفضوهم حتى ل 10 اورو. وهنا كاينين هاد السراول هادو بحال ديال الرياضه اللي خفضهم ب 4 اورو، كاين حاجات هكا مخفضين 3 اورو 6 اورو، يعني على حسب انتي اللي بغيتي. يعني كاين هنا بزاف الحوايج ديال الدري صغار، جاكيطات، بزاف ديال التخفيضات. نخليكم تشوفوا الفيديو، ولا باينة شي حاجه هكا اللي بغيت نهضر لكم عليها راه غنعاود نهضر. وهذا البنات الجي هذه فيها البينوارات ديال الدراري الصغار، وفيها الجاكيطه ديال المهم ماشي جي الجاكيطه ديال الدراري الصغار، حتى من بعد غادي تشوفوها غير شي واحد بحال جابهم وحطهم هنايا. من بعد غادي نوري لكم البلاصه ديال الجاكيطه ديال الدراري الصغار. هادو البنات واحد مانطاش اللي كيدخل فيهم ولدك، يعني على شكل بحال الدوب، وداكشي كيدخل رجليه لداخل وكيكون بحال يعني من ديك الجهه الاخرى مسدوده. ما كنشرح لكم يعني بحال هذيك ديال الحوته، كيدخل رجليه كيدخل كامل في هذيك المنطقه وكينعس. وهادو شي قوامج اللي كيليقوا المحجبات طوالين بزاف صراحه، دايرين بحال كسوه بارده طوالين، والتوب ديالهم زوين بزاف، والفصاله ديالهم واعره، وفيهم اليدين طوال صراحه. الا بيتو ما حدو مدير لهم تخفيضات غير خذوهم للصفر والربع، راه زوينين ما تندموش، حيت التوب ديالها واعرين، التوب ديالهم واعرين بزاف. وهنا البنات كاينين ملابس ديال البنات وديال الدراري الصغار، فهادشي هادي بحال التريكوات هادو، زوينه الكاليتي ديالهم زوينه، ناقصتهم كاليتي واعره. We'll be right back.
وكما كتشوفوا هاد الجهه هادي دايرين فيها الحوايج ديال الشتاء ديال الولاد وديال البنات. كما كتشوفوا كاينين جاكيطات، كاينين بوتينيس ديال الشتاء، صراحه كاين بزاف ديال الحاجات. هادي هادو هاد الجهه هادي فيها الجاكيطات ديال الولاد، وديك الجهه القدام فيها الجاكيطات ديال البنات، وكاينين ديك الجهه ديال العيالات الكبار والجيليات حتى هما ديال العيالات الكبار. هنا البنات خفضوا، غادي نوريكم غير التخفيضات اللي كاينين. هنا خفضوا حاجات ايكولوجيكا ولا بيو، وهنا خفضوا اللبن بيو والزبده بيو. اللبن داروا ليه 89 سنتيم اللي كان باورو و 19 كما كتشوفوا بيو، حيت كاين جوج انواع، كاين واحد ما مكتوبش عليه بيو وكاين هذا اللي مكتوب عليه بيو اللي خفضوا. والزبده اللي خدينا منها كانت باورو و 59 وداروا ليها اورو و 19 حتى هي بيو. الناس البنات راه الحاجات، وهذا حتى هو الكيسو داروا ليه اورو و 49 كان باورو و 99 حتى هو بيو. اللي خفضوا بزاف اليوم هو حاجات هكا بيو. كما كتشوفوا الجبن راه مخفضين فيه، حتى هذا الجبن هذا اللي كان بجوج اورو و 39 داروا لي اورو و 49 هكاك، ما بانش ليا مزيان. وغنخليكم تشوفوا التخفيضات، بحال مثلا هنا داري لي تخفيض، نخليكم البنات تشوفوا التخفيضات حيت كلشي غادي تكونوا كلكم عارفين. وهنا حتى هو كاينه بروموسيون، غتكونوا كلكم عارفين سميتو الاثمنه والحاجات اللي خفضوا، كلشي راه باين مزيان. بالنسبه للناس، بالنسبه هنا الصباغه البنات، هذا النوع ديال الصباغه هذه قال لك الا خديتي الاولى ب 6 اورو اللي الثمن ديالها وريته لكم الفوق ب 6 اورو شي حاجه، غادي تاخذوا الثانيه باورو 91 سنتيم. وهذا البنات هو هذاك اللي وريت لكم داك النهار قديت به الشعر ديال اختي، داك سبراي. وانا في المنتوجات راه ما كاين حتى شي حاجه جديد، داكشي انا ما صورت لكم كاع. هادو البنات هما اللي كنستعمل انايا، هذا الكوتشيات هما اللي كنستعمل. المهم البنات نتمنى عجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوش لايكات، وبسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.